تعليقا على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيمية داخل قيادة حزب الله بعد استشهاد سماحة الأمين العام رضوان الله تعالى عليه، يهمنا أن نوضح أن الأنباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهمية لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة حزب الله. ده كان بيان حزب الله مساء يوم الأحد 29 سبتمبر عن خليفة حسن نصر الله ومين اللي هيقود الحزب من بعده. البيان ده يديك انطباعين يا صديقي. الانطباع الأول إنه ممكن يكون خبر اغتيال حسن نصر الله مجرد تمثيلية سياسية وراها خطة لحاجة كبيرة. أما الانطباع الثاني إن حزب الله لسه منظمش أفكاره ومصدوم من اللي حصل وما كانش أبداً متوقع الضربة دي ولا رسم لها. بس حالياً في أكتر من شخصية مطروحة لشغل منصب الأمين العام للحزب، وكل واحد فيهم ليه مواصفات وأسباب تخليه يكون مرشح للمنصب ده. لو عايز تعرف أسماء ومواصفات كل شخصية وإيه مقومات كل واحد اللي تخليه يتأهل لمنصب زي ده، وإزاي بالظبط هيأثر اختيار كل شخصية على مستقبل الحزب ومستقبل لبنان كلها، يبقى لازم تتابع معانا فيديو النهاردة للنهاية. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. أيها المواطنون، طبعا كلنا يا صديقي صحينا على خبر اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله على إيد القوات الإسرائيلية في بيروت، وده خلى منصبه فاضي والكل بيسأل يا ترى مين هيمسك مكانه وإيه السيناريوهات المطروحة الفترة اللي جاية. لازم تاخد بالك إن الموضوع ده مش شاغل بال العرب بس، لا ده العالم كله وبالذات إسرائيل، علشان ببساطة يعرفوا حربهم اللي جاية هتكون مع مين وهل هتكون بنفس القوة ولا لا. وده اللي خلاهم ينشروا 4 أسماء مقترحة لرئاسة الحزب على قناة كان الإسرائيلية. إنما الأخبار المنتشرة بوجه عام إنه في 5 أسماء مرشحة وبقوة على الساحة. ونيجي للمرشح الأول، هاشم صفي الدين هو أبرز المرشحين للمنصب وبقوة. هو حاليا رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والمسؤول عن الشؤون التنظيمية والمالية والرجل الثاني بمعنى أصح، وكمان هو ابن خالد نصر الله، وحتى كان بيشبهه كثيرا في الشكل والنطق، وده اللي خلاه أول اسم مقترح. اتولد سنة 1964 في دير قانون النهر جنوب لبنان، كمل تعليمه في النجف وقم زي نصر الله، علشان كده التفكير واحد، وكمان كان من مؤسسين الحزب سنة 1982. في سنة 1994 اتطلب منه انه يرجع تاني لبنان علشان يكون الرئيس التنفيذي للحزب بعد اغتيال عباس المساوي وبعد نصر الله ما تولى المنصب ده بسنتين. كمان هو القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أدرجت السعودية وأمريكا اسمه على قائمة الإرهاب في مايو 2017 بتربطه علاقة قرابة مع إيران، لأن أخوه عبد الله ممثل حزب الله في طهران متجوز من بنت عضو في المجلس الإسلامي الشيعي، وابنه اتجوز من بنت القائد الإيراني قاسم سليماني. في الفترة الأخيرة قبل موت حسن نصر الله كان بيظهر في المناسبات الرسمية بداله زي الجنازات الأخيرة لشهداء الحزب. السنوات اللي قضاها في إيران أثرت بشكل مباشر في فكره السياسي، وظهر كده في كتاباته عن رجال الدين الشيعة في قم وتجربة النجف. المرشح الثاني نعيم قاسم نائب أمين عام الحزب. نعيم قاسم هو اللي قال بيان الحزب عن خليفة حسن نصر الله، والناس لاحظت الفرق الكبير في اللغة وطريقة الإلقاء وحتى الكاريزما ما بينه وما بين نصر الله. الكل قال إنه كأنه طالع يقول تقرير مش خطاب، والمفروض إنه دلوقتي قايم بدور الأمين العام لحد انعقاد اجتماع الشورى. اتولد في فبراير سنة 1953 في البسطة التحتة في بيروت، ليه 6 أولاد 4 ذكور وبنتين. درس الدراسة الحوزية لحد المراحل العليا، ودي كانت على إيد كبار علماء الشيعة في لبنان، وفي نفس الوقت اتخرج من كلية التربية قسم كيمياء بالفرنساوي سنة 1971، وبعدها على الماجستير سنة 1977، وبعدها اشتغل مدرس سنوي ل6 سنين. كان من مؤسسين الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين وحركة أمل
اللي تأسست على إيد موسى الصدر سنة 1974، اترقى لحد ما بقى مسؤول العقيدة والثقافة في الحركة، وبعدها قدم استقالته سنة 1979 بعد الثورة الإيرانية. اهتم جدا بالتبليغ لأكثر من 20 سنة، كان من مؤسسين حزب الله سنة 1982، وكمان كان من أعضاء مجلس شورى الحزب. بعدها اترقى لمنصب نائب الأمين العام للحزب سنة 1991، واللي موجود فيه لحد دلوقتي. للأسف هيكون لخبر حصوله على المنصب تأثير سلبي على مستقبل الحزب، وده لوجود اختلاف كبير بين شخصية القائد وشخصيته، وبين شخصية حسن نصر الله وبينه، ولأن الحزب عايز حد في قوة نصر الله أو حتى أقوى. أما المرشح الثالث يا صديقي فهو محمد يزبك، عنده 74 سنة، وهو رئيس الهيئة الشرعية وعضو مجلس الشورى في حزب الله، كمان هو واحد من مؤسسي الجماعة، يعتبر ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في لبنان، وليه دور كبير في إدارة المنح المالية اللي بتيجي من إيران لحزب الله، معروف بتوجيهاته الدينية والسياسية لمقاتلي الحزب، وكمان دعا لمواجهة الجهاديين في سوريا لدعم نظام بشار الأسد. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عليه عقوبات في 2021، واتهمته إنه متورط في تهريب فلوس لدعم مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله. نيجي للمرشح الرابع يا صديقي وهو إبراهيم السيد، كان أول رئيس للمجلس السياسي لحزب الله، وهو واحد من الشخصيات القديمة المهمة جدا في الحزب، ليه دور كبير في بناء العلاقات السياسية في لبنان، خصوصا مع قوى تانية زي حركة أمل والتيار الوطني الحر. فرصته أنه يكون أمين عام حزب الله مش كبيرة مقارنة بالمرشحين التانيين. حسب النظام الداخلي للحزب، مجلس الشورى هو اللي بيختار الأمين العام، لو حصل اختلاف في التصويت قائد الجمهورية الإيرانية هو اللي بيحسم الأمر. مجلس الشورى هو القيادة العليا في الحزب، وأعضاؤه بيتم انتخابهم من مجموعة ناخبة كبيرة اسمها المؤتمر العام. الأمين العام اللي بيترأس المجلس بينتخب لمدة 3 سنين وقابل للتجديد بعد تعديل النظام الداخلي، واللي خلى نصر الله يتعاد انتخابه كذا مرة. أما المرشح الخامس والأخير فهو طلال حمية، اتولد في 27 نوفمبر سنة 1952، وجاي من بلدة طاريا في البقاع الأوسط. هو من الشخصيات القليلة اللي كانت بتتواصل بشكل مباشر مع حسن نصر الله، وهو رئيس وحدة العمليات الخارجية في الحزب. حمية بيشتغل في الجناح العسكري للحزب، فبيكون بعيد عن الأضواء، وأحياناً كتيرة بيشتغل تحت أسماء مستعارة زي عصمة مزرعاني. يعتبر من الجيل الأول لحزب الله، انضم ليه في نص الثمانينات، وكان مسؤول عن تدريب عناصر في برج البرجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، والموساد الإسرائيلي بيسميه الشبح. طلال خلف قائد الوحدة السابق مصطفى بدر الدين اللي هو كان صهر جهاد مغنية وخلفته، واللي اتقتل كمان في سوريا سنة 2016. اشتغل جنب بدر الدين ومغنية ووزير الدفاع الإيراني السابق أحمد وحيدي، وحسب معلومات الموساد كان مسؤول عن نقل ترسانة حزب الله الصاروخية عبر سوريا. وبحسب موقع المكافآت من أجل العدالة الأمريكي، حمية مسؤول عن تخطيط وتنفيذ الهجمات برا لبنان، خصوصاً اللي استهدفت إسرائيليين وأمريكيين. اسمه ارتبط بالعديد من الهجمات، وهو متهم بالمشاركة في خطف طائرة TWA سنة 1985. اختيار خليفة حسن نصر الله هيكون ليه تأثير كبير على مستقبل حزب الله ولبنان كلها بشكل عام. هنعرض هنا بعض النقط اللي هتوضح التأثيرات المحتملة. أولاً توجهات الحزب، الخليفة هيحدد اتجاه الحزب السياسي والعسكري. لو كان مرشح معتدل ممكن يشجع على الحوار والتعاون مع القوى السياسية الأخرى، إنما لو كان مرشح متشدد ممكن يزيد من حدة التوترات. 2- العلاقات الخارجية، اختيار الخليفة هيأثر على علاقات حزب الله مع إيران ودول المنطقة. إذا كان الخليفة بيميل نحو تعزيز الروابط مع طهران، ده ممكن يزيد من اعتماد الحزب على الدعم الإيراني. 3- استقرار لبنان، الخليفة هيكون ليه دور كبير في كيفية تعامل الحزب مع القضايا الداخلية زي الاقتصاد والأمن. لو اتخذ قرارات حكيمة ممكن يساهم في استقرار لبنان، لكن العكس ممكن يؤدي لتصعيد الأزمات. 4- موقف المجتمع الدولي، الخليفة الجديد هيكون ليه تأثير على إزاي بتتعامل الدول مع الحزب، خاصة في ظل الضغوطات والعقوبات.
تغيير القيادة ممكن يفتح أبواب جديدة أو يعقد الأمور أكتر. 5. التوازنات الداخلية. في لبنان وجود قيادة جديدة في حزب الله هيغير من التوازنات السياسية بين القوى المختلفة. ده ممكن يكون ليه تأثيرات على الانتخابات والتسويات السياسية في المستقبل. باختصار، اختيار الخليفة مش بس هيكون مهم لحزب الله، لكن كمان هيكون ليه تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي في لبنان والمنطقة كلها. بكده تكون خلصت حلقتنا على من يخلف حسن نصر الله في قيادة حزب الله. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولولي عاوزين مواضيع ايه تانية نعرضها في القناة. ما تنسوش كمان تشوفوا المواضيع اللي فاتت والمواضيع اللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.